ايبي جيمينج وفيديو جديد. احنا الابطال ايبي جيمينج الجامدين، مهما تروح فين هتلاقينا موجودين. بصي من شمال طب لتسجو يمان، انزل حط لايك للفيديو الجميل. يا احنا الابطال ايبي جيمينج الجامدين، يا مهما تروح. وازيكم يا ابطال، عاملين ايه؟ وحشني جدا جدا جدا. قبل ما نبدا فيديو النهارده ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. والنهارده يا ابطال معانا فيديو مهم جدا، وطبعا انتوا عرفتوا بقى خلاص انا جاي النهارده اتكلم عن ايه، لان الفتره الاخيره شركه روبلوكس ابتدت تعمل تحديثات كتير قوي في لعبه روبلوكس. وعرفنا يا ابطال في الحلقه اللي فاتت ان شركه روبلوكس خلاص قالت ان التحديث هينزل قريب جدا، وشكرت كل الناس المبرمجين والقائمين على هذا التحديث. طبعا زي ما انتم شايفين انا دلوقتي فاتح قدامكم يا ابطال البلوكس نيوز، تمام، صفحتهم على التويتر. المفروض الصفحه دي دايما هي اللي بتجيب اخبار روبلوكس الرسميه كلها. نيجي يا ابطال ننزل هنلاقي شركه روبلوكس منزله فيديو من او بوست، منزله تغريده من 22 ساعه بتتكلم فيه عن تيم اللي هو 21 بوليتس او بايلوتس، يعني مش عارف القراءه بالظبط. لكن الفكره هنا يا ابطال ان التحديث مش هينزل الا لما الحدث ده ينتهي. المفروض يا ابطال هما كاتبين قبل الحدث الرئيسي يوم الجمعه، يعني تقريبا يا ابطال يوم الجمعه الجايه في حدث هيكون قوي جدا في لعبه روبلوكس. بيقول ستصبح تجربه الحفله الموسيقيه نابضه بالحياه مع لقطات من وراء الكواليس. شاهد العرض المسبق في يوم 15/9 الساعه 4 مساء، وبيقول او احد البرامج اللي معرفش بتعيد البث المباشر. تمام قوي يا ابطال، وتقريبا هما حاطين لينك هنا. طبعا يا ابطال زي شايفين ده المفروض الموقع اللي هو بتاع يعني تبع الشركه، تمام، او تبع الحدث ده. زي ما انتم شايفين يبقى شكلهم عامل ازاي، واضح اللي هيبقى فيه كلام كبير قوي. وادينا عاملين اللي هو خمسه، يعني خمس ايام وباقي خمس ايام وثلاث ساعات على الحدث الكبير ده. هيبقى في هناك بقى موسيقى وهيشغلوا اغانيهم. الفرقه دي مشهوره جامد قوي هناك في امريكا تقريبا. فبعد يا ابطال هتيجي هنا تدوس على جامب ان، بعدها يجي لك المفروض اللي الحفله هتتعمل في الماب دي. زي ما انتم شايفين في ناس اصلا قاعده جوه من ساعتها ومش عايزين يخرجوا منها، متحمسين جدا. عامه يا ابطال ان شاء الله لما يجي وقتها باذن الله هنبقى ندخل عليها ونقعد يعني نشوف الحدث ده فيه ايه. عامه يا ابطال خلونا نتكلم بقى وندخل على فيديو النهارده، لان فيديو النهارده هنتكلم عن حاجات قويه جدا، وهو ان شركه روبلوكس يعتبر مش هتخلي فيه 200 صديق عند كل واحد بس، لا هيبقى فيه ابطال، يعني مش هيكون في ليميت. الاول يا ابطال كان في ليميت، يعني عدد معين او عدد محدود، وهو مثلا 200 صديق بس. تيجي تضيف اي حد زياده انسى، مش هيضيف. لكن دلوقتي يا ابطال يعتبر مفيش اي ليميت. في الصوره يا ابطال اللي انتم شايفينها قدامكم دلوقتي على الشاشه، المفروض يا ابطال ان الشخص ده عنده 65,000 صديق. معرفش يا ابطال هل فعلا الصوره دي حقيقيه ولا فوتوشوب ولا فيك ولا ايه، مش متاكد بصراحه. وغير كده كمان يا ابطال ان انا سمعت حاجه جديده، وهم ان بيقولوا ان انت دلوقتي لما بتيجي بتلعب لعبه روبلوكس من الموبايل، المفروض ان انت مثلا بتدخل على الافاتار، بتغير سكناتك، بتعمل حاجه معينه. لكن شركه روبلوكس دلوقتي خلت الموضوع سهل، بدل ما انت تيجي كل شويه تقول لصاحبك يعني ابعت لي طلب صداقه ما اعرفش اسمي كذا كذا، وبعدين يقول لك لا اسمي غلط ولا اسمك اسف اسمك غلط. فدلوقتي الموضوع بقى اسهل بكتير. زي ما انتوا يا ابطال شايفين قدامكم كده على الشاشه، المفروض يا ابطال اللي هيكون في حاجه اسمها كيو ار كود. الكيو ار كود ده يا ابطال عباره عن اللي انت بتصوره من خلال موبايلك، وبيبعت لك بيجيب لك على طول الحساب. وتقريبا التحديث ده يا ابطال نزل، يعني زي ما انتوا شايفين في الصوره تحسوا للغه يابانيه كده، وتقريبا كده ابطال يعني نزل في الصين او اليابان او حاجه كده او كوريا، مش عارف بصراحه مش مكتوب. لا يا ابطال ده مكتوب نيوز روبلوكس تشاينا، يعني ابطال كده يعتبر نزل في الصين. از ناو الاوينج زير يوزرز تو ادد، اللي هو يعني بيقول لك ازاي، يعني ده المفروض بصراحه روبلوكس كده بتسهل علينا اللي احنا بنيجي مثلا نكتب، بدل ما نيجي نكتب اسم الشخص ونتلخبط في رقم او حرف فبعدها اسم الشخص مش بيجي لنا. لكن كده الموضوع بيبقى سهل جدا، ان انت حد بيبعت لك الباركود ده بتقوم مصوره، وعلى طول يا باشا الموضوع بيخلص وبيظهر لك اسم حسابه، وبتقدر بقى بكل سهوله اللي انت تبعت له طلب صداقه. الصوره دي يا ابطال اوضح شويه، وبيقول لك ازاي تعمل الموضوع ده او ازاي تستخدم الخاصيه دي. طبعا كل الحاجات الخاصيات اللي انا بقول لكم عليها دي لحد دلوقتي يا ابطال غير متاحه عندنا في، يعني مش في مصر لا، ده في العرب كل، لسه العرب ما فيش اي حاجه نزلت عندهم خالص، لان ده لسه جديد وهم يعتبر بيجربوه الاول. غير كده كمان يا ابطال ان موضوع الفويس شات
وصل يا ابطال. يعني مش عارف، انا مش مصدق بصراحه موضوع الفويس شات وصل عند يوتيوبرز اجانب كتير، وصوروا فعلا فيديوهات وهم بيتكلموا، وكل ما بييجوا بيتكلموا صوت المايك بيظهر تحت كده انه شغال. بصراحه ابطال روبلوكس ابتدت تطور من نفسها وبدا يحصل كلام كبير قوي، وواضح كده ان في تعاون قوي جدا يعني بصراحه ما بين المبرمجين اللي في لعبه روبلوكس وما بين شركه روبلوكس نفسها، وعشان كده هم يعني بيحاولوا فعلا يحدثوا من اللعبه ويخلوا اللعبه احسن بكتير، ويخلوا عدد فئات الناس اللي بتلعب اللعبه بدل ما بيبقوا مثلا 200 مليون ولا 300 مليون، لا يا ابطال يحاولوا يخلوها اكتر من 500 مليون و700 مليون كمان. بصراحه اللعبه حاسس يعني من بعد ما انا شفت الكلام ده حسيت ان اللعبه بامانه هتبقى احلى شويه، مش عارف ليه، لان طبعا كل لعبه بتحدث بصراحه يعني ليها الحق اللي هي تحدث، لان دي لعبه قديمه جدا والمفروض اللي يعني بردك محتاجه تحديثات. فبس كده يا ابطال، ويعتبر فيديو النهارده خلص. اتمنى يكون عجبكم فيديو النهارده، ما تنسوش تحطوا لايك الفيديو وسبسكرايب للقناه، اهم حاجه تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل فيديوهات الجيمنج الجديده. وبس كده، ايبي جيمنج ابطال الجيمنج، وسلام. الفيديو خلص، حط لايك، اعمل اشتراك، ايوه جدع. الفيديو خلص، حط لايك، اعمل اشتراك، ما تنساش بقى تفعل الجرس بقى وانت ماشي، ايوه بقى، اوه اديله، اوه يلا ولا